وبالعودة إلى خبرنا حول وصول عدد من أعضاء البرلمان الموازي في طبرق إلى القاهرة، انضموا إلي عبر الهاتف الدكتور محمود إسماعيل الباحث والمحلل السياسي. دكتور أهلا بك. بداية، كيف تعلق على هذه المبادرة التي تقودها القاهرة ربما في محاولة للملمة شتات مجلس النواب؟ بداية دعي أحيي أبطال الميدان وأيضا المرابطين والأبطال الذين أسقطوا طائرات الإمارات العربية وحفتر وعصابته، وأحيي أيضا الذين تجمعوا من أجل الطفولة ومن أجل ليبيا ومن أجل الحق ومن أجل العدالة في ميادين ليبيا، من أجل الحرية ومن أجل قول كلمة لا مجال فيها للرجوع إلى الوراء. من الناحية الثانية، يدرك الجميع أن مصر جزء من المشكلة ولن تكون جزءا من الحل كنظام. مصر تربط بها الدولة الليبية علاقات ولكن كشعب، ولكن أما بالنسبة للنظام السيسي فهو جزء من المشكلة. من غير المتخيل أن يقبل أي عاقل إمكانية أن تكون مصر في أي تحت أي زاوية إمكانية أن تكون جزءا من الحل في آلية التجميع، إنما هي أداة للتفريق ما لم تغير سلوكياتها المتمثلة في رئيسها وأجهزتها المتمثلة أيضا في إمكانية أن تقوم بدور سلبي. نحن نتكلم عن القتل قامت به مصر وأيضا دولة الإمارات العربية، ولا يمكن أن يكون أيضا مع فرنسا في أن يكون في أي مؤتمر دولي، ولا يمكن قبول نتائج، وهي نوع من أضغاث الأحلام أو نوع من الضحك على الدخول والذهبون إليها مجرد إماعات بشكل حقيقي مع احترامنا للبعض الذي ربما هو باحث أو لاهث أو متقول. ومن المهم جدا القول بأن هذه لن تنتج إلا مزيدا من التشظي، وهي دلالة على أن برلمان ليس مستقل وأنهم أعضاء غير مستقلين وأنهم لا يملكون قرارا ولا كلمة ولا إرادة ولا فعل، وأنهم قد باعوا ما أقسموا عليه وباعوا ليبيا، وإنما اتجهوا إلى مصر من أجل مآرب شخصية ومن أجل تربية ما يتعلق بعملية عصابة حفتر. هذه هي القالة الرئيسية والتي يجب أن يلتفت إليها الجميع. من المهم جدا الإشارة إلى أنه لا يمكن أيضا الوثوق في المؤتمرات الدولية التي يكون جزءا من تكوينها مصر والإمارات أو السعودية وفرنسا، لأنها دول شاركت وتشارك في العدوان. نحن نتكلم أيضا على أنها غارات تشن على ليبيا بشكل مستمر، شنت مصر أيضا كثيرا من الغارات وكانت جزءا من إفساد البنية التحتية في ليبيا وجزءا من القتل والدمار وجزءا من الآلة العسكرية التي تقوم بها. ما لم تغير مصر سلوكياتها ويغير النظام المصري سلوكياته فإنه على الليبيين أن يلجأوا إلى القضاء وإلى الادعاء إلى المحاكم العسكرية وإلى المحاكم المدنية، وأن يتهموا أيضا الدولة المصرية في شكل حكومتها وفي شكل رئيسها وفي شكل أجهزتها المخابراتية بدعم التمرد، لأن ليبيا حقيقة تقوم بدعم التمرد بها مصر والإمارات، وعلى رأس هذه النظامين اللذين حقوق حقيقة شن ويشنان حملة شعواء لا هوادة فيها على الليبيين نظاما وحكومة وأملا وشعبا ومدنية، لأنهم حقيقة لا يرتضون لليبيا التغير المدنية وإنما يريدون حكما عسكريا. السيسي يريد تصوير السيسية، وأما غير ذلك فهراء. على الليبيين أن يدركوا أن ما يفعله السيسي من آلية التجميع هي نوع من آليات التفريق من أجل جمع عصبة من حوله من المتآمرين والذين قد حقيقة باعوا ضميرهم وباعوا وطنهم وحاولوا ويحاولون بشتى الوسائل من أجل إنهاء الشعب الليبي على حق القضية الحقيقية المتمثلة في وجود معتوه يسمى حفتر وعصابته الذين يريدون السيطرة العسكرية، ولذلك يرسلهم كما يرسل أي بيادر ويتكلمون ويرتجفون وهم حقيقة يهرفون بما لا يعرفون، لأنهم يدركون أن ليبيا أعصى وأكبر من الجميع. هذا المجلس لا أساس له ولا قانونية له، ولذلك الموجودون المتمثلون في طرابلس واضحون في معالمهم بأنه لا يمكن المشاركة أيضا فيما ما يتعلق بمؤتمر تقوم بتنظيم مصر، لأنها جزء من مشكلة ما لم تغير من سلوكياتها. وعلى الليبيين أيضا أن يلجأوا إلى المحاكم الدولية والمطالبة بالتعويضات في الخسائر التي سببتها الإمارات العربية ومصر وغيرها من الدول، وعليهم أن يطالبوا بكل هذا وأن يكونوا أيضا واثقين من أن ساعات النصر قد لاحت وأن حفتر وعصابته والدول الداعمة لها إلى مزبلة التاريخ، بل عليهم أن يفكروا أيضا في تخفيض العلاقات مع مصر وقطع العلاقات مع الإمارات العربية والعمل أيضا بشكل قوي أمام مجلس الأمن في عملية توجيه الاتهام حتى إلى الأردن إذا لزم ذلك، لأن العربات والإمارات تصدر من خلاله. نعم، الأكاديمي والباحث السياسي دكتور محمود إسماعيل كنت معي عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.